تحياتي كل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. الفيديو اللي هتشوفوه حضراتكم دلوقتي ده كارثه بمعنى كلمه كارثه، مصيبه بمعنى كلمه مصيبه. يعني اللي حضراتكم هتسمعوه هتشوفوه دلوقتي ده على قناه نادي الزمالك، الجزء ده محذوف من قناه نادي الزمالك، وللاسف المسؤولين في سبات عميق، والمسؤولين عن الدولة في سبات عميق، والمسؤولين عن الإعلام في سبات عميق. مش هطول عليكم، تعالوا نطلع ونسمع ونشوف بالصوت والصورة فاصل من الشتائم المتنقية من رئيس نادي الزمالك في قناة نادي الزمالك لكل، يعني لمصر كلها، ما اختصش حد معين، ده الأهلوية والزملكاوية وأي حد بيتناول مرتضى منصور. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو، وتعالوا لي تاني عشان هنقول كلام مهم جدا جدا. بس ما تنساش حبيبي واخويا الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفنا اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف مرتضى منصور قال ايه ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا. هتشتمني بألفاظ بذيئة وعارف إن أنا أرجل منه. سمعتك أرجل منه وتشيله على أعماق النهارده وتجذبه طول المخدرات. أنت بتسيب الوضع. أنت بتسيب الوضع. طب طب بصراحة نسيت اسمه مراتي، بقول لك متجوز واحدة اسمها هالة وعبد الله محمد. يا ابني الكلب ده هو عيب. لا عرفي ولا رسمي. أه عيب. عيب يا كلب يا ابن الكلب. اجيب محلل لمراتي يا وسخ. شوف امك مين اللي جاب لها محلل. قله ادب وسفاله وانا اللي بطعن في الاعراب. اصل قولوا هات امك. خلاص شلتها. هروح اسجلها بكره في نور مصر. ده مين ده؟ الكلب احمد سعيد. والواد الشمام الثاني اللي بالسبيل. ابن المحامي. اللي الشام دمره وجوه سبع نسوان ضربوه بالشباشة عشان ظبطوه في اوضاع لا تليق بزوج ولا براجل. بين نعيم. مين ده بين نعيم؟ واحد كان في السجن. قال لك مرتضى كان معايا في السجن. ذكر نايمهم من الساعة 5. قال لك كان بينايم السجن كله الساعة 5. زكريا حقير. اصور لك ايه وانزله لك يا واسخ. ده حقير. كرم جبر نايم فين؟ خلاص انت مسؤول عن القذورات اللي تنزل لنا دي؟ فين زكريا؟ انا مش عايز اتكلم مراتي اروح تقول لي طلقني دلوقتي. ولا انت بتكلم واحد من ارجل الرجال في مصر. يالا ارجل الرجال فاهم؟ امك واختك يالا. انا ارجل واحد. الواطي لما تكشفه يبجح ولما تواجهه يقبح ولما تسيبه تمشي يلقح ويدور على عدوك يقعد معاه ويسبح. الراجل بيستجير بكرم جبر. فين كرم جبر؟ فينه؟ فين كرم جبر يجي يشوف المهازل اللي بتحصل دي؟ بيشتم الناس كلها وبيستجير بالدوله وبيستجير بالسيسي وبيستجير بمديريه الامن ويشتم احمد سعيد ويشتم ادمنز صفحات ويشتم يوتيوبرز قنوات ويشتم ده ويشتم ده وما بيقفش على محطات ويجي يقول لك انا ضد الفتنه وضد التعصب وضد انه يحصل في مصر زي ما حصل في اندونيسيا. وانا بمد ايدي لاخويا محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب، علشان يعني ما يبقاش في فتنه في مصر. اما الشتيمه دي اللي على كل مصر ايه؟ دلوقتي يا استاذ مرتضى انت شخصيه عامه، فانت ارتضيت ان انت تبقى في مرمى نيران النقد، نقد اي حد سواء اعلامي سواء لعيب كوره سواء صحفي، واحد عنده قناه، واحد عنده صفحه الى اخره. فما تجيش ما دام انت ارتضيت ان انت تبقى شخصيه عامه تيجي تقول لا ده انا ما ينفعش حد يقول عليا كذا او كذا او كذا. زي ما انت بتنتقد وبتشتم الناس كلها،
الناس كلها من حقها انها ترد عليك وتنتقدك وتنتقد تصرفاتك وتنتقد افعالك وتنتقد ظهورك على القناه بشكل مستمر وشتيمه مصر كلها دون رادع من الدوله. انا عايز اسال سؤال، لو السيده المحترمه زوجة الرئيس المحترم عبد الفتاح السيسي سمعت المكالمة دي، ايه رأيها؟ ايه رأيها في الاعلام المصري؟ ايه رأيها في قناة المفروض مملوكة للدولة؟ هل هترتضي كده؟ سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لو سمع المكالمة دي وشافها بعينه كده بمرمى النظر، ايه رأيه؟ ايه رأيه في الكلام اللي موجود في الفيديو ده؟ امك واختك ومحلل وصور لك مش عارف ايه ووريه لك، كل ده على الشاشة يا فندم، الكلام ده كله على الشاشة، مش كلام جايبه انا من بيتنا لا مركب ولا مش عارف ايه زي ما هو بيقول، لا ده كلام وجه لوجه، حتى هو بيتكلم ومحمد رجب بيرد عليه، هو بيتكلم ومحمد رجب بيرد عليه. يعني احنا جايبين الكلام ده من قلب قناة نادي الزمالك بس في وقت التصوير المباشر، لان الكلام ده مش هتلاقيه على اليوتيوب، مش هتلاقيه على قناة نادي الزمالك اللي على اليوتيوب، هتلاقيهم اصلا القناة دي الفيديو ده محذوف من على قناة نادي الزمالك مش موجود، ولكن اي حاجة بتنزل في قناة نادي الزمالك بتتسجل على طول، بمجرد ما بتنزل بتلاقي الحاجة اللي بيسجلها وبتلاقي اللي بيظبطها وبيقصقصها وبيلمهم مع بعض، يعني بيجيب لك كلمة من الغرب وكلمة من الشرق، لا ده بيقصقص الحاجات المهمة اللي خاصة بكلامه على الجماهير. يعني هو ممكن يشتم في الجمهور بعد كده يروح لايه يشكر في الدولة، يشتم في الجمهور بعد كده يشكر مش عارف القيادات الأمنية اللي فين، فاحنا قطعنا الحتة اللي فيها ايه ملهاش علاقة بالفيديو وركبنا الفيديو على بعض وظهر زي ما حضراتكم شايفين شتيمة في أحمد سعيد وفي تشهير في أحمد سعيد وجنون من عثمان محامي النادي الأهلي، وده اسمه استهانة بالقضاء، ان انت بترفع على الاعناق وتبقى بتاع، ده انت كده بتهين القضاء. قضاء ايه اللي بيهينه؟ ده واحد خد حكم ايقاف تنفيذ، مش ايقاف تنفيذ، الغاء الحبس وسريان ال 10,000 جنيه غرامه. يعني ممكن يكون في 10,000 جنيه غرامه ممكن، ولكن الحكم ما تمش تنفيذه وما تمش ايقافه، لا تم الغائه. الغاء حكم الحبس وتفعيل الغرامه. الغاء حكم الحبس، يعني مفيش حبس. يعني حضرتك هو الراجل شتمك علشان بعض الحاجات وانت رديت عليه، وانا ارجل منك وانا مش هرجل الراجل عمره ما بيقول انا راجل. يعني الراجل عمره ما يطلع يقول لك انا راجل، يالا انا بص اسال امك واختك اسال مش عارف مين. لا ما في حد يقول كده. الرجوله مش الرجوله كلها زي ما انت متخيل يعني. لا في حاجات تانيه ليها علاقه بالرجوله، مش كل حاجه قله ادب، لا في حاجات تانيه مختصه بالرجوله. ما ممكن واحد يبقى فحل لكن عيل مخ اطفال ما لهوش علاقه. الموضوع مش موضوع فحوله وموضوع قله ادب والكلام اللي في دماغك اللي طرق في دماغك ده، ولكن احنا بنقدم الفيديو ده هديه للمسؤولين. اتفضل يا مسؤول، الفيديو ده هديه لحضرتك. احنا عايزين نشوف حل لهذا الامر، مش كل يوم والتاني يطلع يشتم في كل الناس. ما فيش واحد يجي يقول لي مالكش دعوه بيه، ما تردش عليه، ما تتفرجش على القناه. لا مفيش حاجه اسمها ما اتفرجش على القناه، انا هتفرج على قناه النادي الاهلي وقناه نادي الزمالك، ولو المصري ليه قناه هتفرج عليها، وبتفرج على عمرو اديب مع اني مش بايده، بتفرج على احمد موسى مع اني مش بايده، ممكن اتفرج على قناه الاخوان مع اني مش بايدهم، اشوفهم الناس دي بتقول ايه عادي، ايه المشكله؟ احب اسمع، انا اسمع الناس دي ايه رايها وايه فكرها وايه بتقول ايه عادي، بس مش معنى ان انا اسمعهم ان انا ايد كلامهم. لا انا بقول لك مثلا فلان الفلاني بيقول كذا كذا كذا. هل في حد في الدنيا بيشتم زي مرتضى منصور؟ ده انت يا راجل بتتخانق مع الواد اللي بيتضرب على قفاه ده، هو بهجت صابر، انا ما بحبوش بالمناسبه، ما بحبوش، بيطلع يشتم ويقل ادبه وبتاع لانه اسلوبه كمان وطرحه في الكلام غير محترم. فانت يا مرتضى بتعمل زي بهجت صابر، هو امك وامك وانت امك وامك، بس انت ما بتقولش بهجت صابر امك وامك، ده انت بتقول لنا احنا وبتقول للجماهير نادي الزمالك وبتقول لده ولده ولده ولده، وبتطلع اليوتيوبرات او اليوتيوبرز وتشهر بيهم، ناس محترمه يا راجل، ده حتى الناس بتكلمك. يعني انا اعرف ناس فيهم مش بعرفها شخصيا، يعني بغيب وبتفرج على فيديوهات للزملاء في اليوتيوب، اذا كان الجرحي ولا ملاك ولا علي
ولا الناس المحترمه دي مع الاحتفاظ بالالقاب دي ناس يعني ربنا اداها موهبه انها تتكلم وتقف قدام الشاشه وتطلع الحاجات المستخبيه. لكن الناس دي انا بشوفها لا بتقول لك ابوك ولا امك ولا بتشتمك، بالعكس ده بتقول الاستاذ مرتضى منصور حضرتك رئيس نادي الزمالك ما بتتطرقش لسمعتك ولا بتتطرق لحياتك الشخصيه ولا اي حاجه، وعلى الرغم من كده انت بتطلعهم في صور على الشاشه، انت كذا ابحث مع الشرطه، هات الواد مش عارف ايه، هات ايه، هات هات هات، والحاجات اللي انت بتعملها دي. طب وتملي ارقام على في رئيس نادي يا راجل، ده انت بتتخانق مع او بتعيب على فرج عامر ان هو بينزل تويتات وتقول له ده واكل كروب وبتاع، الراجل بينزل تويتات حتى لا بيقول امك ولا اختك ولا بتاع، انما انت بتطلع تشتم مصر كلها في القناه بتاعتك. ده انت حتى الجمهور قلت له ما انت هتدخل هتشجع زي ما انا عايز، ما تديش ظهرك للبتاع ده، وهتدي ظهرك على طول انت مطرود، وما تدينيش مؤخرتك الى اخره. يعني انت ما سبتش حد الا ما اتخانقت معاه. احمد جمالات اتخانقت معاه وطردته، خالد فطوطه اتخانقت معاه وطردته. مين تاني؟ حد من الاداريين اتخانقت معاه وطردته، الجماعه اللي هم بتوع الخزنه او اللي ماسكين الامور الماليه في نادي الزمالك طردتهم بحجه ان هم جواسيس لممدوح عباس، وبتتخانق مع جماهيرك، بتتخانق مع اليوتيوبرز، وبتتخانق معانا، قبل كده اتخانقت مع الصحفيين، ايه في ايه؟ هتستفاد ايه من ده كله؟ هتستفاد ايه من ده كله؟ لو انت امتلكت العالم ده كله هتستفاد ايه؟ ما انت في الاخر خلاص هتسيبه. هو العالم ده يعني ما هو الا زوال. هو انت بتتخانق مع الناس دي كلها ليه؟ كل شويه اقول لك انا هقلع البدله واقعد في بيتكم، ما تقعد في بيتكم. ايه المشكله لما تقعد؟ ما كل انسان له سن تقاعد بعد سن معين بيطلعوه معاش علشان خلاص وجب راحته ووجب ان هو يعيش حياته في اليومين اللي باقيين له من عمره، ده شيء طبيعي. يا سيدي خليك في نادي الزمالك زي ما انت، بس بطل تشتمي الناس، بطل تقلل من الناس، بطل تسفه من الناس. احنا بنقدم الفيديو ده هديه لرئيس الجمهوريه، هديه لرئيس الجمهوريه يقول لنا ايه رايه في الكلام ده. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش حبيبي واخويا الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناه قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره 213. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.